يمكن نحن خلصنا، يمكن خلصوا الأوهام، لا ما قدرنا وصلنا حتى لسقف الأحلام. يمكن نحن خلصنا، يمكن خلصوا الأوهام، لا ما قدرنا وصلنا حتى لسقف الأحلام. لا لا شكرا. وحدة ما بدي يسلم، شكلي هديت هلا برا وانا صار فيني روح. لا طولي بالك شوي لحتى نتاكد انه هديت عن جد، انا بوصلك. لا ما بدي اعزمك، يسلم ايديك. هلا هذا الهدوء بخوف اكثر من الاصوات. خلص اذا هيك رايك بستنى شوي. ما هي هيك، اذا علقت ما بنخلص واذا هديت ما بنخلص. لا هي لما بتكون علقانه بتكون واضحه مثل عين الشمس، ما بتقدري تطلعي، بس لما بتهدى هذا الهدوء ما بتعرف شو تعملي. أنا مليت هون. يعني أنا كان بودي أعمل لك شيء تسلية، بس شوفت عينك. لا مالي ناطرة منك شيء، شكراً. يا الله ليش هيك عم بصير بهالدنيا؟ كل واحد إيده لحاله. هلا أنت هيك شايف إنه كل واحد إيده لحاله؟ لكن شو؟ يا حبيبي معناتها رحنا فيها. رحنا فيها. لك ليش هيك عم تحكي؟ انت مفكر انه رحنا فيها كلمة بتم؟ انت جزء من كل شي هون، وانا كمان جزء من كل شي هون، وكلنا هيك. انا طول عمري بآمن انه نحن الاثنين نكمل الصورة، بس بدي اياكي انت تقتنعي. انت ليش بدك توصلي لهي الافكار يلي ما بعرف مين بتجيبها؟ هاي الأفكار أنا ما بجيبها، هاي الأفكار أنا بفكر فيها لما أكون عم أتصرف. ومن شان شو؟ من شان تكون حياتنا أحسن مثل ما نحن بدنا. وكيف بدنا نعيش حياتنا سوا بعد كل شي صار؟ قول شي. شو بدك يعني قول يعني؟ ما بعرف، لاقي شي حل، لاقي طريقة تقول فيها رأيك للعالم. انت شو دورك؟ انا؟ ولا شيء. يا خوفي ما كون صرت رقم. رقم؟ انت فرحانة كثير يعني؟ لا طبعا ماني فرحانة. ما نحكي، ما نحكي وما في فايدة من الحكي. شو الفايدة؟ يمكن نحن خلاص.